السلام عليكم. طاير عنده واحد العام في مراكا غادي 700 درهم. كيف ما كتسمع الخوض اللي طالب فيه الاخ الكريم 700 درهم بالنسبه للنمره اخي؟ 07 17 89 35 96. كيف ما سمعتوا الخوض راه ديال النمره ديالو اللي بغيت توصلوا معاه. اهلا وسهلا طائر الخوض في المستوى ما شاء الله الله يبارك. ما شاء الله الله يبارك. كاين الخوت هاد ميسو عند الاخ حسن ما شاء الله. السلام عليكم خويا حسن بخير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خويا عزيز هذا ميسو ديال قناه شو ديال شهر 3 باغي فيه 700 درهم في كلام الله ومبارك. النميره 06 51 73 94 19. وكاين واحد الطويره اخرى فيها خويا عزيز الطوير جدر عنده عامين وعندي الفيديو ديالو في كلام ودالي واللي بغاه مرحبا. النميره 06 51 73 94 19 وعندي الفيديو ديالو. شكرا اخي حسن الله يكبر بيك. دائما الخوت الاخ حسن دائما الجديد ما شاء الله الله يبارك. بالنسبه للنمره الخوت راه خلاها لينا الاخ حسن اللي بغيت توصلوا معاه هذه النمره ديالو. السلام عليكم. السلام عليكم. طير مالاقا عنده عامين كلام تبارك الله ما شاء الله ولكن عريان شويه من راسه اللي بغى يعالج هذا الشيء راه ان شاء الله راه يولي يخدم معاه شويه راه غادي يتعالج من راسه صلح من راسه ولكن كاين الكلام ثمن 800 درهم اللي كنجيو عليه. بالنسبه للنمره اخي اللي بغاو يتواصلوا معك التليفون راه 06 48 65 30 15. طير الخوت راه قرع من راسو ولا بغيت تخدموا مع الخوت كيف ما قال الاخ. ها النمره ديالو الخوت لا بغيت تواصلوا معاه هذه النمره راه خلاها لينا. تمام معايا الخوت باش نتعرفوا على مزيد من الطيور باش القرعه واخا الطيور قلال الخوت غنحاولوا نوصلوا لكم الصوره حتى المنازل ديالها. السلام عليكم خويا مساتا. مساتا هادو امهم قريزه عندهم شي شهرين راه باقي كيريبيتي وكيفاش غطوا خاصهم واحد شهر ولا شهرين ويتقاد. المهم فيها القري والبيض 25 ألف فرنك بحال هكا بوزتهم كلشي. كيف ما كتسمع الخوت بالنسبة للثمن راه قالوا لكم الأخ الكريم. بالنسبة للنمرة الأخيرة اللي بغاو يتواصلوا معاه 06 95 28 96 40. مرحبا ثمن مناسب 25 راه مزيان. شكرا خويا اللي بغيت توصلوا مع الخوت راه هي النمرة ديالو خلاها لكم. تابعوا معايا المزيد لعشاق الخوت اللي زيت نار. بالنسبة لهاد الكلوس راه خوت كيقول فيهم الأخ الكريم ما شاء الله الله يبارك. بالنسبة لنتا وبالنسبة لتكرى الخوت كيقول فيهم 170 درهم كيف ما كتشوفوا الخوت كيف الأنثى كيف الذكر. بالنسبة للثمن كيبقى دائما 170 درهم. بالنسبة للخوت الفلاوطة كيبقى الثمن ديالها 130 درهم كيف ما كتشوفوا الخوت. طرف المستوى واجدين الخوت التزاوج اللي بغى يخدم الخوت راه واجدين تبارك الله كيف ما كتشوف. صاحبه مش عندك السلعه الخيه راه هو ديما تيصور معايا راه الله الطائر هذا الخوت ديال الاخ عزيز صاحب قناه طائر الحسون الخوت المغربي. كيف ما كتشوفوا الخوت طائر ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله وقت تبارك الله الله يبارك الخوت تبارك الله في الجمال. شوف الوقفه الوقفه بعدا ما شاء الله اقرا عنده عامين ان شاء الله اخويا اللي بغاها الاخوان مرحبا والف مرحبا. بصراحه راه باقي ما سامعوش قال لي مولاه راه فيه كلام. المهم الاخوان اللي بغاه يتواصل معايا والثمن غيكون ثمن مناسب للاخوان.
واللي بغاها الخوت يتواصل مع الاخ عزيز صاحب قناه الطائر الحصول المغربي يتواصل مع الخوت. ما شاء الله الله يبارك ويسخر الجميع ويسخر الاخ عزيز ويسخر ان شاء الله الجميع. ما شاء الله الله يبارك رائع. السلام عليكم مصطفى خويا بخير. وعليكم السلام خويا عزيز كي داير بخير؟ امور مزيان. بالنسبه للبياسات اللي عندنا اليوم راه اللهم بارك كاينين بياسات كاين الطويط هذا عنده شي 7 شهور تقريبا كلام فيه كلام زوين كلام ديال الخلا ولكن راه كلام زوين الثمن ديالو راه 250 درهم. وكاين هذا الزرزور هذا راه تبارك الله زوين مكلم الثمن ديالو 200 درهم. كاين هذه الجحموميه هذه راه 2000 درهم اللي بغى الكلام ديالها والفيديو ديالها نصيفطو ليه ماشي مشكل. مرحبا. كاين هذا الطويط هذا راه ولد العش راه كيخرج هذا من القفص فيه مغربات شبعان كلام تبارك الله اللهم بارك 800 درهم الثمن ديالو. وكاين هاد التيوادي ديال الحداد راه اللهم بارك حافظه حتى هي الثمن ديالها 150 درهم. كاين هاد الوليد هذا ديال الجحموميه راه 200 درهم. وكاين الطير هذا راه تبارك الله راه عنده 3 سنين كيبقى الثمن ديالو 800 درهم. وهاد الحديحيد هذا راه 250 درهم راه مكلم اللي بغى الفيديو ديالو مرحبا. كاين هاد الحداد هذا راه عنده 3 سنين تبارك الله راه ولد العش اللي بغى الكلام ديالو راه نصيفطو ليه مرحبا. بالنسبة للثمن ديالو راه 700 درهم. هادشي اللي كاين الإخوان وتحية. كاين الخوت هاد الجداير هذا ما شاء الله الله يبارك راه ديال الخدمة الخوت هاد الجداير هذا ومولاها الخوت كيقول فيه 1000 درهم. بالنسبة للنمرة الخوت راه ما عندوش كيكون الخوت حدا الطاقة الشمسية. الا بغيتو تواصلوا معاه راه كيكون الخوت تما جداير ما شاء الله الله يبارك. الخوت راه ديال الخدمه بالنسبه لثمن الخوت كيبقى 1000 درهم ما شاء الله الله يبارك. بالنسبه لثمن الخوت ديال القرع الخوت راهم قليل في سوق الخوت بصفه عامه طائر الحصول الخوت راه قليل في السوق وحاولنا الخوت نوصل لكم صوره حتى المنازل. بالنسبه لثمن الخوت ديال القرع اليوم بسوق قريعه ثمن الخوت كيبقى 200 درهم. بالنسبه لثمن ديال القرع الخوت واخا قلال ثمن ديال الخوت كيقول فيه الاخ كريم كيقول 200 درهم بالنسبه للاثمنه. هاد الملاط لاش حل ما داش هاد الملاط هذا هاد الملاط. كاينين هاد القفوزه الخوت عند الاخ الكريم ما شاء الله الله يبارك لك. هذا خويا عزيز تبارك الله صنعها واش مصنعها حرفها واش محرفها خليني من بوزبال السلعه ديال السقاطي هذا عندك شي طوير عزيز انت هو عزيز يبقى هذا ديالك انت خويا عزيز خدمه متقونه ما شاء الله. بالنسبه للثمن ديالهم 80 درهم اخر ثمن اللي بغى جوج ثلاثه 75 درهم مرحبا به. ديال المقرين هادو ديال المقرين اخو عزيز ديال المقرين شي طوير زوين عزيز ديال الطير ملكي يجينا تبغى شي حاجه مرحبا بك.
النمره التليفون خليها لك اخويا عزيز 06 82 62 48 15. شكرا خويا الله يحفظك. شكرا جزيلا. الله يعاونكم اخويا وتبارك الله عليكم. اللي عشاق الوطواط الخوت اللي عشاق المغربات ما شاء الله الله يبارك. بالنسبه لهاد اللي دات الخوت ديال هاد الوطواط وبالنسبه للاخ كيقول فيهم 30 درهم بالنسبه للوطواط الخوت. حاولوا الخوت نوصل لكم الصوره حتى المنازل ديالكم. ما تبخلوش علينا الخوت بواحد زر لايك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الخوت كل جديد. نحاولوا الخوت نوصل لكم الصوره حتى المنازل كيف ما كتشوفوا الخوت.